نقف معهم فقلنا معناه في إصلاح الشارع، وفي المقابل نقف ضد من دعا إلى إسقاط الدولة والنظام، ولا نقبل أن نكون معه وضمن نهجه وفي ركبه ومع خطابه. فقد جاء في كتاب التكليف الثاني بأن أحد أركان إطلاق مشروع نهضة وطنية شامل هو جهاز حكومي رشيق وكفؤ، ولا أدري أين الرشاقة في التشكيل الحكومي، حيث جاء التشكيل مخالفاً لمنطق التكليف السامي ومغايراً لنهج تدعي الحكومة أنها تسيرها. فكيف ستقوم الحكومة بتشكيل الجهاز الحكومي في الوزارات والمؤسسات وفريقها ذاته بحاجة إلى الرشاقة والكفاءة؟ هذا من جانب. ومن جانب آخر، لقد تعهد دولة الرئيس وخلال مشاوراته مع مجلس النواب بتغيير النهج الذي سارت عليه الحكومات السابقة، وتطبيقا لذلك تعهد لئلا تتضمن حكومته جزءا كبيرا من أعضاء الحكومات السابقة، وتظل تشكيل فإذا ما يزيد عن نصف في أعضاء الحكومة السابقة قد حافظوا على مواقعهم، وهنا يحق لنا التساؤل، كيف سيقوم أصحاب النهج السابق بفرع عباءتهم وتغيير نهجهم؟ ولماذا طلب الرئيس الرزاز على وعده خلال حواراته مع السادة النواب؟ سعادة الرئيس، الزميلات والزملاء الأخوة، فقد جاء البيان الوزاري نسخة وسعة ومرمقة عن البيانات الوزارية السابقة، بل وأضاف بدعة جديدة في القاموس السياسي الأردني وهي عبد الطبيعة يوم. فلو كان المشرف الدستوري يقصد هذه المدة لما جاء على ذكر إلزام الحكومة بتقديم بيانها الوزاري خلال شهر من تاريخ تكليفها طالبة الثقة، فالبيان الوزاري خطة عمل إجرائية تنفيذية، وهو ما فقدها هذا البيان الذي نناقشه في هذا اليوم. وبالعودة إلى عقبة المئة يوم، هل يقف مجلس النواب وفي حال النزع عن المهمة من قبل الحكومة وفريقها ويطالب الحكومة بالجلب لإخلالها بشروط العقد؟ وفي باب العلاقة بين السلطات، يلحق كل متابع ومراقب مدى تبول الحكومات على السلطة التشريعية بقصد إفقاد مجلس النواب مكانته وهيبته ولخلق فجوة فتنة مع النواب. بل وساهمت الحكومات المتعاقبة بشتى الوسائل وبما تملك من أدوات سياسية وإعلامية في توجيه النقد إلى المجلس، وبعد كل ذلك تدعي يوم الحكومة أنها تعمل على أن يكون الإعلام إعلام دولة وليس إعلام حكومة، حيث يشكل ذلك اعترافا من الحكومة أن إعلامها كان حكوميا بامتياز، وهذه حقيقة، وكان يعمل لمصلحتها فقط، ولم تكن للسلطات الأخرى أي دولة فيه، ثم تجارب الحكومة الصلاة مرة أخرى، ولا تخبرنا أين موقع السلطة التشريعية في الرسالة الإعلامية؟ وأين دورها ومكانتها في إعلام الدولة الذي تسعى وتربي بناءه؟ وأزيد على ذلك أن أحد أعضاء الحكومة التي تطلب ثقة الآن كان يتهم النواب الفساد، وكأن لسان هذه يقول إنه يطلب الثقة من الفاسدين، ونستمع إلى نص مقطع اقتباس: نواب المزاولة مجرمون بحق المجتمع، فهم بخطاباتهم الرنانة بالكلمات الزائدة يتلاعبون بآمال الناس وتطلعاتهم، وأخطر من ذلك أنهم يخفون وراء مصلحياتهم الاستعراضية أطماعا في البحث عن مكاسب شخصية، أكانت امتيازات وأموال أم واقع الغرار والحسين، أي ما يمكن تلخيصه بكلمة واحدة: فساد. انتهى الاقتباس. والحكم لكم زملائي السادة السيدات والسادة النواب. فإذا كانت الحكومة في بيانها
أتقرب لأنها تدرك تمام الإدراك مقدار الاهتزاز في الثقة الذي اعتبر علاقتها مع المواطن. فكيف تطلب لنا نحن نواب الوطن وممثليه الشعب أن نمنحها ثقة هي بحاجة إلى الكثير من العمل لاستعادتها مجددا إن نجحت في ذلك؟ إذا القوانين التي تعمل الحكومة على إنجازها وفي مقدمتها القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل يجب أن تراعي مصالح المجتمع وأمنه واستقراره الاجتماعي قبل أن تفكر بعوائده المالية كما سبقتها الحكومة، وأن ينطلق هذا القانون من العبء الضريبي على الأشخاص لأنهم كل لا يتجسد بحيث تضع جميع الأعباء الضريبية في سدة واحدة، ويتم دراستها للخروج بصيغة مثلى لهذا القانون، وينطبق ذلك أيضا على ضريبة المبيعات التي يجب أن يكون في ذات السبب لأنها تشكل عبئا ضريبيا واحدا على الجميع. وأما بشأن نظام الأبنية الجديدة فقد شهدنا تعنت الحكومة السابقة في الاستجابة لمطالب تعديلها لنرى أن هذه الحكومة تضرب أيضا عرض الحائط بالضرورة الشعبية والنيابية الكبيرة لتعديل النظام. ألا تدرك الحكومة أن قطاع الإنشاءات تأخذ دور ويشكل ما يقارب 40% من أجهزة الاقتصاد الوطني؟ ولا تعرف أن 65% ترتبط بهذا القطاع؟ ولا تعلم أن هناك تراجعا في إيرادات البلديات في أرقام مهولة بسبب تراخيص البناء بسبب النظام الجديد؟ إن كانت تدرك وتعرف وتدري فتلك مصيبة وإن لم تكن فمصيبة أعظم، والأرقام هي ما تتحدث. لماذا هذا التعنت الذي أهدى نشاط هذا القطاع وأدرك نشاط عدد من المهن التي ترتبط به فضلا عما خلفه من انعكاس على ضعف الأداء الخدمي لمؤسسة البلدية بسبب تراجع إيراداتها؟ إن كان هذا الملف هاما ضمن أولويات الحكومة فلتعلن فورا التوجه نحو حوار وطني يجمع كل أطراف العلاقة كي يكون مخرج النظام المطرح تشاركيا ويتناسب مع واقع البلد. وإن كنا نقر أن دمج البلديات له العديد من المزايا، إذا أننا نتساءل كيف تصادق وزارة البلديات على موازنة البلدية دون تدقيق إيرادات كل منطقة ضمن نطاق البلدية الواحدة وفق ما يشترط قانون البلدية، كي تنعكس 50% من إيرادات كل منطقة إلى خدمة، فمن المراقب يا ترى ومن المشرف ومن المدقق؟ ولا ننسى أن فلسفة وجود وزارة البلديات هي الرقابة والإشراف، الرقابة والإشراف على هذا العمل لا الإدارة. وأتساءل الآن ما موقف الحكومة من ذلك؟ وفيما يتعلق بمشروع التعديل على قانون التقاعد المدني، ألم يكن الأولى والأجدر أن تترك الحكومة لمجلس الأمة صاحب الولاية على القانون أن يقوم باستكمال دوره الدستوري في هذا الإطار بعد قرار سيدي ومولاي صاحب الجلالة برده إلى المجلس مشروعا بالرأي، لا أن تسحبه وتعيد إرساله مرة أخرى والادعاء أنه تم إجراء المناسب؟ ألا يعد ذلك تقولا جديدا حكوميا وتجاوزا على صلاحية ودور المجلس الدستوري؟ وفيما يخص نظام الأمنية نظام الخدمة المدنية فإن تعهد الحكومة وخلال 100 يوم دراسة تعديلات نظام الخدمة المدنية وتقديم مقترحات وتوصيات تسهم في تحقيق أهداف تنمية الموارد البشرية وتفعيل أداء القطاع العام وقياس أداء الموظفين. هذا التعهد يجب أن يضاف إليه إجابة على أسئلة في ذهن الموظف العام، ومنها على سبيل المثال كم هي عدد المرات التي تم فيها تعديل نظام الخدمة المدنية؟ ولمصلحة من تتم هذه التعديلات؟ وإن الإجابة على هذه الأسئلة من قبل الحكومة عندما يظهر انعدام الاستقرار التشريعي في النظام بما يعرض الموظف العام والوظيفة العامة
لأعضاء المسؤولين، ويظهر أيضا أن جزء من التعديلات تجمع لتحسين امتيازات عدد من المسؤولين الذين اشتروا الإقامة. ومن آخرة القول الحديث عن الترهل الإداري الذي أصاب الجهاز الإداري في الدولة، فقد كانت الإدارة الأردنية النموذج الأمثل على مستوى دول المنطقة، وساهمت في بناء منظومة إدارية محترمة في دول عربية وشقيقة، ولنرى ما نحن عليه الآن. واسمحوا لي أن أقول في وصف قانون الجرائم الإلكترونية، لأن جودة التشريع لا تكون في الزيارة المكملة فقط، وإنما في التطبيق الحسن، وهو ما لا يفرق على مشروع القانون الذي جاءت به الحكومة، وأن الحكومة صارت المشروع بما يخدم توجهاتها فقط دون الالتفات إلى المجتمع والسلطات الأخرى، ولم تراعي في خصوصه سلطة تحريك التعارض العمومية بحق كل من يخرق القانون هي السلطات الدستورية. فلم نرى حالة واحدة حركت فيها الحكومة دعوة عمومية، رغم وجود مؤسسات رقابية ضمن جسدها تمتلك هذا الحق. وإذا فلم وجودها؟ سيد الرئيس، سيدات الزملاء الأفاضل، وتستمر الحكومة في تجاهل وإنكار مطالب عادلة لفئة عزيزة من أبناء المجتمع الأردني خدمت الوطن والقيادة الهاشمية بإخلاص وإتقان، متباعدون بالعام الذين قدموا لوطنهم الكثير، لكن الحكومة تطرد عرض الحائط بمطالبه وترفض حتى الحوار والتفاعل والرد عليها. وكان الأولى بالحكومة أن تتحاور مع حاله فيها وتستجيب لمطالبه. وإنني نيابة عنه أطالب بإنصافهم ووضع مشروع قانون لصندوق إسكان حقوق الأمن العام بدلا من النظام البائس المعمول به حاليا، وهو ما يصون الصندوق وأمواله ويمنع تراجعه ويساعد المفسدين وفق ما كان الحال عليه سابقا. لقد كان في بيان الحكومة ما يلي: تلتزم الحكومة بتوفير منصة إلكترونية لاستقبال شكاوى المواطنين وحماية المبادرين عن المخالفات الذين يكشفون عن معلومات مؤكدة وموثقة ذات قيمة للجهات العامة. وهنا لا أعتقد أن من أهم المنصة الإلكترونية حماية المبادرين عن المخالفات، حيث أن قانون النزاهة ومكافحة الفساد يقوم بهذه المهمة استنادا لأحكام المادة 24. والسؤال: هل تريد الحكومة أن تستنسخ تجربة جديدة لدوال المظالم التي جرى إلغاؤه ودمج مهامه مع هيئة مكافحة الفساد، والذي تغير أيضا مسماه وأصبح المسمى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد؟ إن إنجاز هذه المنصة ليس هدفا واضحا بحد ذاته، وإنما الهدف أن تتعامل وتتفاعل الوزارات والمؤسسات مع الشكاوى التي من السهولة بمكان تقديمها في أي وزارة أو مؤسسة، ولا تحتاج إلى منصة بتكاليف جديدة تفضل عبء المؤسسة. إن القرارات المزاجية غير المؤسسية ساهمت في زيادة قوة الثقة بين المواطن والمؤسسات الدستورية، فتارة نرى تقلبا واضحا في معالجة ما تصرف، وبعد الادعاء بتصحيح التخلف نرى مرة أخرى أن هذا التصحيح زاد المشهد ضرابية ابتعدت بنا عن توجهات جلالة الملك حفظه الله بتوفير خدمات الصحة والتعليم والنقل للجميع ودون استثناء وبلا محاضرة. لا أدري إلى أين المصير في هذا الملك وإلى أين المنتهى. إن تراجع الحكومات المتعاقبة ومن هذه الحكومة بأن حالة استثنائية فرضتها علينا ظروف استثنائية وتتطلب منا حلولا استثنائية، خطابات مكررة لضرب الرمادي في العيون وتستخدم وسيلة للهروب من المسؤولية. فبلغنا مر الكثير من الظروف الاستثنائية منذ تأسيس الدولة في عهد الإمارة، وكانت الحق الدولة ونظامها أكبر المؤامرات بعدها. فهذا البلد بحكم جغرافيته في عين الصراع العربي الإسرائيلي وتحمل أعباء
اجتازها بفعل صبر المواطن وحكمة القيادة. ولم تكن الحكومات في بلدنا جزءا من الحلول الاستثنائية التي تدعي أنها قائمة فيها، وإنما تتحول بشكل سريع لتكون جزءا من المشكلة وعبئا على الدولة والمؤسسات. إنني ومن تحت كفة مجلس الأمة أحيي جند الأمة، الجيش العربي والأجهزة الأمنية كافة، التي سطرت عبر تاريخها وبريادتها الهاشمية أروع الأمثلة في الدفاع عن سيادة الأردن وعروبته. وقد شاهد العالم وفي الأزمة الأخيرة على الحدود السورية صورا جديدة من هذه القدرات التي تمثلت في موقف الصمت الذي وقفت به من أيديها لحكومتنا وسيادتنا، فضلا عن موقفه الإنساني تجاه إخوتنا السوريين الذين اندفعوا من حول المعارك تجاه الحوض الدافع والملاذ الأمن. حمى الله الأردن حرا سيدا، وحفظ الله شعبه عزيزا عاش فلسطين مره ابيه من البحر الى النهر وعاصمتها قدس الشريف. اطال الله في عمر السيد عبد الله بن الحسين وادام ملكه. والسلام عليكم. وعليكم السلام.